السلام عليكم البنات، انا اليوم جيتكم بواحد الوصفه حلوه زوينه رمضان. جيت لكم ببريوات ديال الجبن حلوين. اذا شنو كنحتاجو فيهم؟ عندنا واحد القرصه ديال الجبن البلدي 300 غرام، عندي واحد الربع ديال القبصه ديال تورون. اللي ما كيعرفش التورون هو داك الكريمه ديال اللوز، هي هادي. هانتوما البنات شوفوها، حنا في الشمال كنقولوا له تورون، هو كريمه ديال الميندراس، يعني ديال 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 اللوز. عندي شويه ديال الفرماج غريغ، عندي واحد المعلقه عامره ديال المايزينا، عندي واحد الخمسه ديال الفرماجات مثلثين كيف ما بغيتوا تختاروا النوع ديالهم، ماشي زعما بالشرط يكون واحد النوع محدد. عندي الروح ديال الزهر غنحتاج منه واحد القطيرات، وعندي واحد ألزا ديال زهرة البرتقال، عندي مسكة حرة غادي ندير بها واحد القبيصة، عندي واحد القبيصة ديال الملحة، وعندي شوية ديال الماء ورد غادي نزيدو باش نخوض. عندي صفر بيضة وبيضة كاملة، صفر بيضة وبيضة كاملة، وعندي شوية ديال الزبدة دايبة اللي غادي نشد بها الورقة. الورقة البنات أنا قطعتها ديجا، اللي كنحتاج شرائح طوال، شرائح طوال طبيعة الحال. انا غادي نوريهم لكم البنات، وكنبدا ما كنقطعش كلشي حتى كنبقى نحتاج، يعني حتى كنحتاج الورقه كنبدا نقطعها. هانتوما البنات، هانتوما شتوني، ها هي قطعتها شرائح طوال. اذا كنبقاو نقطعو ونخليوها في الميكا ملويه باش ما تنشفش لينا. بغيت نقول لكم علاش كنديروا ديك المايزينا وداك البيض، باش ما يطرطقولناش البريوات ديالنا حيت يكونوا يتقلاو. هادو البريوات، هاد البريوات البنات غادي نقليهم، ماشي بحال السيجارات السابقين اللي درت مالحين، هادو كنديرهم غير في الفران، ولكن هادو كنقليهم في الزيت وكندير عليهم. انا خلطت كلشي المقادير، بقى ليا المسكه الحره. المسكه الحره البنات راني دايرها بالسكر مطحونه، وكنخبعها في قريعه فوق ما نحتاجها كنلقاها. دابا نزيد هادي عاوتاني، هادي ديال الزهر، هذا كيجي حلو. دابا ندير واحد القطيرات لوغو ديال الزهر، الروح ديالو، باش يجي لنا منسم شويه بالزهر. غير قطيره، راه كاين الاخر المادلة ديال العمري به، غادي نزيد البيض. بعد البنات غادي نخلط كلشي، وهاني معاكم. يلا نخوض هادشي ونرجع لكم، ومن بعد نزيد نجمعو بقطيرات ديال ما ورد ديال ما زهر. نقدر ندير غير شويه، من بعد نشوف على حسب كي غادي يجمع ليا باش ما يجيش جاري بزاف. يلا البنات انا غادي نرونو وغادي نرجع معكم، نكمل معكم البنات ولا بركه عليكم. ما سخيت والله، ما سخيت نمشي. هانتوما البنات، ها دائما نهز معلقه وافيه، ولا المهم العبار اللي بغيتو نتوما. البريوات المهم غير تنكيهم شويه بالجبن وصافي، راه كيجيو هما زوينين اصلا، مقليين ومقركشين، كيجيو غزالين، كيجيو هذا بالعسل تبارك الله، حلوين، وريحه الزهر كتجي ما درتي لهم غادي يجيوك فنين، فهمتي؟ غير ما يطرطقولكش المقله، اما التكرميله وداك الشيء راه كيما درتي لهم غادي يجيو زوينين. انت كتلوي وكتزيري وانت كتدفعي الجبن للبلايص، فهمتي البنات؟ حدك كتلوي وانت كتدفعيه باش يمشي ها للقنات يعمرو صافي. ها وكندير لها انا الطحين، كاين اللي كيدير البيض، ولكن البيض كيدير حيت كنكونوا نقليوه كيبقى يدير الاخر. اللهم البيض بعدا لا كيجي مقصح وكيجي زوين صافي. وكنصايب البريوه ديالي. ها انتم البنات، يلا باي باي عليكم، واجتهدوا مزيان وعدلوهم حيت نقليهم ونوريهم كي غادي نحط كي غادي نقدمهم لكم. هانتوما البنات، انا كنقليهم قدام عينيكم، ما كيتحلو ما كيطرطقو ما حتى شي حاجه،
دابا غادي نقليهم وغادي ندير عليهم. انا ما كان طفيهمش في العسل، غير كندير در عليهم العسل وكندير در عليهم اللوز الايفيلي صافي، وكنحطهم نخليهم تيذهبوا شويه البنات، وديك الساعه نوريهم لكم. وانا حبيباتي كملت البريوات ديالي ديال الجبن بالتورون، كيحمقوا معسلين، وزينتهم باللوز ايفيلي، وتمنيتهم لكم كاملين الحبيبات ديالي. وهذا هو المقدار اللي درت به داك 300 غرام. ها شنو دارت لي ديال خير ربي تبارك الله. دوزي فيه واحد المهم نقولوا 15 يوم نقولوا، المهم تبرعي ليا بالبريوات. ها ما كيطرطقوا ما والو، شفتوهم ها نتوما ما مطرطقين ما والو، غزلان كيحمقوا. وباللوز وما نقولكمش المذاق، ريحه الزهر كتحمق فيهم، وديك الروح الزهر كيحمق، والبنه ديال التورون ما غاديش نقول لكم مع الجبن كي كتجي. خصني تجربوهم باش تعطيهم يعني النقطه ديالهم تعطيهم القيمه ديالهم. بغيتكم تجربوهم تتعرفوهم المذاق ديالهم كي داير، انه لا يقاوم، سي فغي لا يقاوم. غادي نبقى ناكلو حتى نوليو قدنا قداش. المهم لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الكرش ديالنا خارجه علينا. ولكن راه الصراحه راه بريوات في المستوى بريستيج، رائعين بزاف. وها الصوره ديالهم، وتمتعوا لي بالنظر مع راساتكم، تمتعوا زيدوا تمتعوا. وان شاء الله تنتوما يصدقوا لكم بحال هادو ديالي، و 100% لانني ما زدت ما نقصت عليكم البنات، وربي شاهد عليا كنعطيكم الوصفات كوميلي، ما كنقص ما والو. درتهم قدامكم وقليتهم قدامكم في الزيت. هاي المقله مازال كتشوف فيا، وهاني مازال عاد يعني راه محطوطين، ماشي تقولوا راه قلاتهم البارح ولا نو، ها هما يلاه كملتهم وهما قدامكم، يلاه قليتهم قدامكم وهما قدمتهم قدامكم بدون غش ولا والو. الزينات ديالي، المهم تبرعوا ليا بالبريوات، غزالين غزالين غزالين. الانسان يبدل، ماشي دائما داك الروتين الكلاسيك، بريوات باللوز بريوات بكاوكاو، بركات علينا نبدلو شويه. كاين الجبن، كاين بزاف د الحوايج نبدلو، ونتمتعوا بالليغو بالمذاقات، نخلطوا لي زانيمو ونتمتعوا بالمذاق ديالهم. راه دابا الطبخ العصري راه ولا كيخلط كل شيء. اذا تمتعوا لي حبيباتي بهاد البريوات الحلوين الغزالين. موعدنا القادم ان شاء الله مع بريوات ديال لاداند بالبيشاميل. عندك وتنساو، بقاو كتنتظروا حتى تشوفوا. عندي لكم شهيوه رمضان، غنمتعكم هاد الشهر. يلا حبيباتي خليتكم على خير وبخير، وما تنساوش جيم وتكومونطيو، الله يرحمكم الوالدين، قولوا لي وجهه نظركم والانتقادات ديالكم وكل شيء. انا قابله على كل شيء كيف قلت لكم في اول فيديو، و كوراسون بور تو الموند. يلا باي باي، السلام عليكم.